مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. بما انه اليوم الفاتح من جانفي 2019 راح نهني جميع الجزائريين ونقول لهم كل عام وانتم بخير، وراح نسالوا النساء الجزائريات ما هي الامنيه اللي تتمنيها في هذه السنه الجديده. تابعوا معنا هذه الاجابات. مدام بصراحه بما ان اليوم الفاتح من جانفي، واش راكي تتمني من عام 2019؟ نتمنى الأمة محمد تكون عايشه لاباس، العام هذايا ان شاء الله يدخل بالسعاده والفرح. اللي ماشي مزوج يتزوج، واللي ما عندوش دراري ان شاء الله يولي عنده دراري، واللي ماشي خدام ان شاء الله يولي يخدم. نتمنى ان شاء الله تكون هما من اهل الجنه، ونتمنى الشعب الجزائري كاع يفوت العام الجديد تاعو بالهنا والصحه والهنا ليك وليا ان شاء الله ولا فامي تاعي كاع. ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا، وان شاء الله واش جاز علينا من كما نقولوا من افراح ان شاء الله يضاعفوا ان شاء الله يا رب. والنجاح للجميع امه محمد ان شاء الله، واللي مريض ان شاء الله ربي يشافيه وربي يفتح لنا بيبان الخير ان شاء الله، ويحفظ لنا وليداتنا ان شاء الله والجزائر كامله ان شاء الله يا رب. نتمنى طولة العام بيان سور، نتمنى ربي يخلي لي وليداتي، يخلي لي راجلي نبغيه بزاف ان شاء الله. نسمي ان شاء الله الخير لبلاد كل شيء. انا نتمنى يا اختي 2019 عندي وليدي راح لي مولا 13 سنه من الدار خرج لي ما ولا عليش نهار كامل وانا برا نحوس عليه، ولا راه يشوف فيا يهديه ربي يعاود لي الدار. ما انا ضربناه ما والو، وحده خرج ما ضربناه ما قلنا له حتى حاجه، خرج وحده ولا راه يشوف فيا يا ناس اللي شافوا واللي شافوا يعيط لي في يعيط لي خلي له النيميرو تاع التليفون يعيط. ماني طايبه والو، راني طايبه وليدي واللي ليا انا ما كان لي شافو عيط لي مسحق الدرجة مسحق والو، ما عنديش عندي غير الطفل ولد النفس. انا هاوليك الا شتو الا شتو الا شتو انا وجه ربي، انا ما نطلب منكم والو، عاونوني عاونوني باش نلقى وليدي هادو باش نلقى ما نسحق والو. بون جو سويت تو لي بونور بور تو لي الجيريان، ان شاء الله الحاجه اللي ما قدرناش نحقوها العام اللي فات ان شاء الله نحقوها السنه، ان شاء الله نكونوا كامل بيان، نكونوا كامل دو بون سونتي، كامل فرحانين مهنيين. نسحق وليدي بك لا راه يشوف فيا، لا راك تشوف فيا يا وليدي، انا يماك انا محروقه واش نزيد، انا مريضه فعلا ما تعجبش. شوف الوجه ربي عاودوا لي الدار، ما نسحق حتى حاجه منك 2019 ان شاء الله يا وليدي تجي ونولو كيما كنا بكري، ما عندي ما نسحق. إلا أنا واش نطلب منك؟ خد أنا يماك، أنا يماك يا وليدي عجلت لي هكذا مانيش متحمله، أنا مريضة. إن شاء الله يا ربي نوصل بيت الله ويطيعوني ولادي. 2019 بوكو دو سونتي، الصحة ليا الميزونفون العائلة ليزامي تو ليزالجيريان تو لي ميزولمون دون لو موند. ان شاء الله. هو امنيه خاصه ما عندكش ليك انتيا؟ امنيه خاصه لي انا تروفي نوفو ماري. والله نتمنى لهنا البنات لا وخدمه للشبيبه وبرك ربي حني وصح. امنيه خاصه ليك والله الصحه ولهنا. مدام بصراحه اليوم رانا اول جانفي، يعني الفاتح من الشهر الجديد اول شهر، واش راكي متمنيه من 2019؟ والله 2019 ان شاء الله تكون سنه ان شاء الله ازدهار وتقدم للجزائر، ان شاء الله الشعب الجزائري يبقى دائما متحد وعلى كلمه واحده. نتمنى وان شاء الله ايضا من المسؤولين تاعنا يكونوا على درايه وعلى علم بما يحبه الشعب وما يريده، والجميع يريد الازدهار والتقدم للجزائر، وان شاء الله النجاح لكل ابنائنا، التفوق لكل ابنائنا، وان شاء الله نعيش سنه فيها سلام فيها امن فيها ود فيها محبة لينا ولجميع الأمة الإسلامية والعربية والعالم جميعا إن شاء الله. إن شاء الله ربي يرزقنا في كاش دار، هذا ما كان إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. وش 19 هذا يكون عليك عام وردي ويعطيوك الدار. إن شاء الله ربي يفرج أنا والمؤمنين، إن شاء الله اللي تمنينا شيطيهن بالصحة ولهنا. بصح نتمنى النجاح النجاح ثم النجاح لوليداتي، وثاني كيكونوا كما نقولوا التربية متخلقين، وكما نقولوا التربية هي الصح والصحة. متمنية إن شاء الله 2019 يدخل علينا بالصحة والعافية، ومع أولادي إن شاء الله اللي في قلبي تتحقق، وإن شاء الله الأمة الجزائرية كامل إن شاء الله. أمنيتي إن شاء الله بلادنا تتسقم.
هذا مكان بلادنا تتسقم تكون في احسن حال. يعني ما نكذبش عليك، انا غيظتني بلادنا ما تعرفيش، انا جزائريه كما يقولوا ما نقولكش علين، ونفتخر كما يقولوا اني جزائريه، ما نروحش لبلاد واحد اخرين، ولا نحب الجزائر، انا بالجزائر، انا بالاستقلال ونحب الجزائر. وان تو تري وفيفا لالجيري. ان شاء الله يا ربي، الله يجعل ربي يدخلوا علينا ان شاء الله بالصحيحه، ان شاء الله ربي يوفينا ما نتمنى، كملنا كاع واش رانا نتمنى. نتمنى غير السعاده على بلادي هاتش الاولى، والسعاده على وليدي ينجح في قرايته وجميع اولاد المؤمنين كامل ان شاء الله. امنيتي خاصه ان شاء الله نزور بيت الله الحرام ان شاء الله، هذا مكان. مشاهدينا كان هذا موضوعنا تاع نهار اليوم، كما شفنا هذه كانت اجابات النساء وكانت امنياتهم في عام 2019. ما بقى لي غير نقول لكم بقوا على خير، كونوا اوفياء معايا في العدد القادم ان شاء الله. قناه هذه تاع النهار راهي بزاف حوايج يتوري فيهم، في المرضى، في الناس اللي ما يخدموش، في ماشي ساكنين. يعني الحمد لله نحمدوا ربي ونشكره، ونقدم العام سعيد لكل الجزائريين.